السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم هو البالون دور افريكا، جائزه احسن لاعب افريقي. احنا نعرفوا باللي الصحافه واللي تتكلم ووسائل الاعلام انه داها ماني ولا فاز بها ساديو ماني. حقيقه ساديو ماني رايي الشخصي فيه من السنوات الماضيه اللي فاتت بلي احسن لاعب افريقي، قلتها مانيش ضايف في كلامي، ماني من بين احسن لاعبين في افريقيا ان لم يكن احسنهم. لكن الموسم الماضي ساديو ماني كان احسن لاعب افريقي، لكن الجائزه لما رجعت لمحمد صلاح. ما هي المعايير التي اعتمدت في العام اللي فات انه باش تدي كاتب احسن لاعب، لقب احسن لاعب افريقي، لازمك تدي كاس افريقيا او تكون مرشح وحيد، انت الوحيد اللي وصلت لنهائي كاس افريقيا. هذه خلقتها قانون خلقه الكاف. والدور الايام محمد صلاح وصل للنهائي وتحصل على بطولة الدوري الانجليزي، نفس الشيء ماني هداف الدوري الانجليزي بنفس اهداف محمد صلاح. لكن ماني راح لكاس العالم وكان قريب يروح للدور الثاني من كاس العالم، صلاح تقصى في الدور الاول مصر بفضيحه نعرفوها بالنتائج الهزيله. صلاح وصل للنهائي لكن ماني ما وصلش للنهائي، هذه السبه اللي لقاتها الكاف، قال لك لازم تلحق لا فينال ولا تدي كوب دافريك. الدور الايام باش تبان الكاف هذه تكشف الدور الايام وتصل الجزائر الى نهائي كاس افريقيا وتتحصل على كاس افريقيا، ورياض محرز اللي ساهم بطبيعة الحال بمساعدة المدرب واللاعبين المشكورين على المجهودات المبذولة، دا رياض محرز كاس افريقيا ولا حاس الجزائر كاس افريقيا بفضل تألق رياض محرز، وتحصل رياض محرز على الدوري الانجليزي، دوري الرابطة الانجليزية، كاس انجلترا، والعديد من كاس الدرع الخيرية والعديد من الألقاب. هذه الألقاب كامل وكأس إفريقيا اللي ألحت عليه الكاف ولازم يكون كأس إفريقيا ما شفعتلوش وتحصر عليها ماني، والليلة راح يعلنوا بلي ماني دا أحسن لاعب في إفريقيا. صح لما تكلمنا قلنا ماني يستاهل، هو اللي يديها العام اللي فات الكاف قالت لازم تكون المشاركة في نهاية كأس إفريقيا أو الحصول على كأس إفريقيا. اين القانون؟ ما يطبقش. وهذا ما يرجعني للذاكره، كي كنا نهضروا سابقا، نرجع الذاكره شوي، مادام ما عندكش وزن في الكاف، والله واحد ما سمع بيك تبقى تهضر الصباح، ما عندكش وزن ثقيل في الكاف دير واش حبيت، تدي حتى كاس العالم والله ما على بالهم بيك. ليبيا تعطيك طريح، ليبيا اللي في الحرب وفي المشاكل، وربي يسلكهم على خير ان شاء الله خوتنا الليبيين، على مرتين تربحك، على مرتين تعطيك الصفعات، مي مع من تهضر الله غالب، كي تهضر الهضره هذه يقول لك راك انت عدو زطشي وعندك عقده من البارادو، ما عنديش عقده من الاشخاص. دوله بحجم قاره مثل الجزائر ممنوع عليها باش تكون عضو تنفيذي في الكاف، لماذا؟ يلا غالب تسير الهوي. كي نهضروا حقائق يقول لك راك انت تكره زطشي، الله يهدينا على كل حال، ما عندكش قوه ولا ما عندكش عرصة تتك عليها في الكاف، والله اللي يجي يعطيك. وشفنا ليبيا اللي في الحرب وفي المشاكل عضو تاعها على مرتين يفوز بعضو لجنة تنفيذية في الكاف بمقعد دائم في الكاف، وحنا اللي قالوا لنا راح ينسيكم في راوراوا ما شفناش، اللي قالوا لنا باللي هو مسير محنك من احسن المسيرين في العالم ما كانش بيع بيع بيع، هذا شفنا تسير بيع بيع. نرجعوا للبالون دور افريكا، بالون دور افريكا قلتها انا بالنسبه لي ماني لاعب كبير وتمنيته هو اللي تحصل عليها العام اللي فات، مي الكواليس هذه كواليس الكاف. الان الكاف عاد تقلبها نزاهه، الان الكاف محرز دا كاس افريقيا، كي قلت يا كاف اللي دا كاس افريقيا هو المرشح، محرز دا خمس بطولات زيد لها من كاس افريقيا سته،
ولا هذم كل تمحيهم هذوك اللي يدي شامبيونز ليغ عطوه الكوب ديال البالون دور. اشرف حكيمي دا شامبيونز ليغ، انا ما عطيتيش بالون دور مع ريال مدريد. المهم رياض محرز هو ضحية، شكون ضحية العنصري غوارديولا. كنت نهضر نقول بلي هاو هاو غوارديولا دوك راه يحرم رياض محرز من الحصول على احسن لاعب افريقي، الناس ما صدقتش. الحمد لله الان الكلام اللي قلناه سابقا ياكد فيه شكون، الكلام اللي قلناه سابقا ياكد فيه الناخب الوطني شخصيا اللي هو جمال بالماضي، اللي قال باللي رياض محرز سبب عدم حصوله على البالون دور هو بسبب عدم المشاركة دائما أساسي، وهذه راجع لمن راجع المدرب مان سيتي الفيلسوف بيب غوارديولا. à peu près égal on va dire si Mané a un petit avantage c'est sur lui, surtout sur le fait qu'il est beaucoup plus joué que Riyad malheureusement. هذا جمال بالماضي، الحمد لله جمال بالماضي يعترف حقيقه هذه واقع، ما نقولش نغطيو الشمس بالغربال. الناخب الوطني يعترف قال لك يا ولدي مساواه كيف كيف، الحاجه الفرق الزايد على اللي اسمه ماني انه ماني يلعب اساسي دائما في ليفربول، عنده مدرب يحترم اللاعبين تاعو يقدر مستويات بالكفاءه، اللي يلعب مليح يلعب اساسي، اللي قدم الإضافة يلعب أساسي، هذا كلوب. بينما من الجهة المقابلة مدرب العنصري اللي مسحت الناس الموس في أرتيتا، أرتيتا يا ناس يهديكم ربي، أرتيتا ليس هو المدرب مان سيتي، أرتيتا هو المساعد المسؤول الأول والأخير هو بيب غوارديولا، وعنده كل الصلاحيات اللي عطتها له إدارة مان سيتي و الرئيس نتاعها والاماراتيين، عطاو له كل الصلاحيات. لماذا يشارك رياض محرز بعد ذهاب ارتيتا؟ لان الفارق اتسع، الفارق النقاط اتسع، اصبح 14 ولا 13 نقطه، خلاص ياس احكم بيب غوارديولا، خلاص البطوله راحت، البطوله خلاص، الدوري الانجليزي باي باي، خلاص نهاية الدوري الإنجليزي، الدوري الإنجليزي ليفربول قضية وقت فقط، القضية ما فيها أنه قضية وقت ويعطوهم التتويج، الدوري الإنجليزي درع الدوري الإنجليزي فقط، خلاص الدوري الإنجليزي محسوم بالليفربول. ها علاش راه يشارك محرز أساسي؟ ها هذا هو اللغز ما فيه، الدوري تحسم ليفربول، فارق النقاط المتسع طويل، فارق نقاط كبير، عادي يلعب محرز أساسي وعادي يريح في بعض اللاعبين. هذه القضية ما فيها لا قضية أرتيتا، لا دخل أرتيتا، لا في حساب، لا ولو. أنا نامل بحاجة واحدة، مبدأ الأول والأخير اللي يتحاسب شكون، أرتيتا ولا بيب غوارديولا؟ لو مثلا إخصاءات وخسائر وخسائر، شكون اللي عين حيوة؟ شكون اللي عين تهم؟ وشكون الصحافة ولا الإنجليز، الصحافة الإنجليزية ولا الإدارة تاع مان سيتي؟ المدرب المسؤول الأول والأخير، في الفشل ينسبوا لي هو وفي الفوز ينسبوا لي هو. اذا المنطق نلعبوهاش فلاسفه، المنطق يقول بلي المدرب هو المسؤول الاول والاخير. شكون هو مدرب مان سيتي؟ هو بيب غوارديولا. اذا سبب ابعاد رياض محرز وعدم مشاركته اساسي ماهوش ارتيتا، هو بيب غوارديولا، هو المدرب في حد ذاته. اذا عاد ارتيتا هو اللي دير التشكيله، اما لا بيب غوارديولا واش هو؟ خضره فوق العشاء كاش من هذه عندنا حنايا صح في عندنا في الجزائر وفي اوروبا، ما عندهمش هذا مساعد مدرب يتحكم في مدرب. اذا الامور واضحه، سبب عدم حصول رياض محرز على احسن لاعب في افريقيا بسبب المدرب الداهيه بيب غوارديولا، حذرنا منها سابقا. راهو محرز راح تروح له البالون دور، يا راح تروح له البالون دور يا ناس، راح تروح الماني بالطريقه هذه، تجاهل محرز بدون سبب. السيد يعطيك خمس اهداف يجيبهم هو مقابل توسام، خمس اهداف يساهم فيها لاعب واحد، من بعد يبعدوه، كيفاش يدير بالون دور؟ هذا مستحيل مستحيل.
المقابله اللي بعدها سجل لك هدف ضد تشيلسي من بعدها ما تلقاش. اذا القضيه واضحه، مبروك المان سيتي ساديو ماني عفوا مبروك ليه البالون دور، لاعب كبير ايضا لاعب جزائري يطمح للاعب كبير. نتمنى له التوفيق في الشامبيونز ليغ، واذا ما كانش الشامبيونز ليغ نتمنى له الرحيل الى نادي كبير اللي قدر امكانيات النجم الجزائري رياض محرز. في الاخير ختم ملاقاتنا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.